Je voudrais tout d'abord أبدية une fois de أريد plus vous remercier أن pour أشكر حضرتك ومعالي الوزير والاستقبال والإجراءات التي اتخذت حتى تصبح هذه الزيارة موجودة. وكما قلت أن معالي الوزير أعطى ملخص جيد جدا لما تداول بيننا. J'aimerais juste ajouter que cette visite, c'est pour témoigner de la qualité de relation qui existe entre l'Égypte et les relations qui remontent aux années 60. Dans le cadre de coopération, nous avons une commission mixte qui s'est réunie la dernière fois. ولكن أريد أن ننشط هذا التعاون وأيضا لنعطيها الحيوية مرة أخرى. لدينا أيضا تعاون جيد جدا موجود حاليا في المجال الطبي وفي المجال الزراعي وفي المجال التجاري وفي مجال التدريب والتعليم. Avec mon frère le ministre, nous avons fait l'état de cette coopération. سوف نقيم مرة أخرى هذا التعاون. نتحدث عن كل الوسائل الممكنة لكي نطور هذا التعاون وأن نتمكن من أن يكون لدينا أن تكون أكثر اتساعا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأيضا المنظمة الإسلامية والتبادل الرئيسي بيننا في المستوى الدولي. ولكن فيما يتعلق بالمستوى الثنائي نريد خاصة نؤكد على الوسائل الطريقة التي حيث أن مصر هي أكبر قوة عسكرية في الفكر فلديها ولديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب. فهذا الأمر لا يشمل فقط النيجر ولكن مجموعة الدول الموجودة في الساحل التي تواجه الإرهاب. لأن الإرهاب لا جنسية ولا بلاد له، فهو عالمي. دولة واحدة لا تكفي لمواجهة الإرهاب، وهو عمل متعاون ويجب أن نواجهه. ونعلم جيدا أن مصر لديها الإمكانية والقدرات والخبرات لتساعد بلادنا وخاصة البلاد الموجودة في الغرب لمواجهة هذا الخطر التحدي الكبير. أيضا في مالي لقد اجتمعنا هذا هو الهدف الساحل وهذا هو الهدف الأساسي والرئيسي. هذا هو قاعدة لدينا أن نواجه ونحارب الإرهاب لأننا فهمنا أن القوة التي كانت موجودة لم تكن موجودة لتواجه الإرهاب وإنما لا أريد أن أعود مرة أخرى لهذا الأمر ولكن Au niveau de nos trois pays, nous avons décidé. لكن على مستوى بلادنا الثلاثة لقد اتخذنا قرار بأننا نفقد سلطة بلادنا. نحن لا نحتاج إلى رجال يحاربوا معنا لمواجهة الإرهاب. لكننا نحتاج إلى خبرات. نحتاج إلى المساعدة اللوجستية والتسليح. نحتاج أيضا كل ما ينقصنا لكي نواجه هذا التحدي لأنه من الناحية الأخرى أو على جانب آخر هذا الإرهاب بعض الدول تساعده ولذلك حضرنا لنرى إلى أي مدى ممكن أن ننظم على بعض التفاصيل مع السلطات المختصة في البلدين
كيف يمكننا أن هذه الخبرات المصرية تكون في موجودة في تصرف بلدنا؟ وهذا هذا أساسيا ما جعلني أقول أن السيد الوزير قد أوجز كل أمر. وإذا نفتح مجال للتعاون بين النيجير ومصر، ونحن بلد 98% منها من المسلمين، فنعتبر أن مصر بلد أخ لنا، وبلد بالفعل أخ لنا، وهو بلد صديق لنا، ومن الممكن أن نستفيد من هذه الافتراضية لدفع التعاون بيننا إلى الأمام. ونشكر سيادتكم.